السلام عليكم. كما قيل إن المصائب لا تأتي فرادى، يعيش اليمنيون أزمة انقطاع الرواتب للشهر التاسع على التوالي، مأساة تضاف إلى مآسيهم التي خلفتها الحرب وفاقمها الانقلاب. الشرعية مدانة والانقلاب مدان، هذا ما تحمله رسائل الاحتجاج الكثيرة التي ينفذها اليمنيون كلما أوجعهم صياط الجوع وأنكأتهم الحاجة. بالأمس أعلن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن موعد تسليم رواتب الشهر، هو أمر سيخفف حتما من هموم الناس خصوصا في رمضان والعيد الذي تقترب أيامه والتزاماته، غير أن راتب شهر واحد لا يكفي ولا يحل أزمة عمرها 9 أشهر من انقطاع الرواتب وثلاثة أعوام إلا قليلا من الانقلاب ونهب البنك من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. عدو اليمنيين واضح ويعرفه اليمنيون، غير أن تقصير الشرعية في جانب الحقوق يجعلها في موقع اللوم من قبل الكثير. فما الذي ستقوم به الحكومة لمكافحة الجوع واتقاء غضب الناس؟ وماذا بعد الإعلان عن تسليم راتب الشهر؟ مشاهدين الكرام، تساؤلات محمولة على أكف الوجع تنتظر الإجابة عنها. وفي هذه الحلقة من المساء اليمني سنناقش معاناة اليمنيين مع الرواتب مع ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أخي العزيز والمشاهدين، مرحبا، حياكم الله. كما أرحب مشاهدينا الكرام بالدكتورة سلوى دماج أستاذة علوم سياسية بجامعة صنعاء التي تنضم إلينا الآن. سنبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. الراتب حياة، صورة تختزل وجها من معاناة اليمني المتعب. تعب اليمنيون من مطاردة الحياة، لكن الموت لم يتعب من ملاحقتهم، فمن ينجو من قذائف الميليشيا اعتصره الجوع وأفنى حياته. احتجاجات وقصص تحكي واقعا مأساويا لكثير من الأسر التي تعيش على وجبة واحدة لا تحصل عليها إلا بشق الأنفس، خصوصا تلك الأسر التي فقدت مصادر دخلها. منذ أكثر من 8 أشهر يعيش الموظفون عناء مضاعفا. رئيس الحكومة وجه بصرف رواتب الموظفين لشهر يونيو الجاري ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، خطوة من شأنها رفع الأمل لدى الموظفين في الحصول على رواتب لقضاء بقية شهر رمضان واستقبال العيد بما تيسر لهم. تعهدات كثيرة أصدرتها الحكومة، لكن النتائج لم تكن بالشكل المرضي، ولم تصل خارطة توزيع المرتبات لكافة الموظفين مدنيين وعسكريين. وصدت اتهامات للحكومة بفشلها في نقل البنك والالتزام بما وعدت به الموظفين، رغم أن ميليشيات الحوثي تجبي الكثير من الإيرادات في الجمارك والضرائب من المناطق الخاضعة لسيطرتها، غير أنها لم تلزم نفسها بدفع الرواتب أو إيداع هذه المبالغ في خزانة البنك المركزي، باستثناء ما وصف بذر الرماد على العيون عبر إجراء ما سمي بالبطاقة التموينية التي اعتبرها الكثير أنها بابا لابتزاز المواطن عبر تجار النافذين تابعين لقيادات الميليشيا. تقول المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي بتينا لوشر إن ثلث سكان اليمن يعيشون أيامهم دون أن يعرفوا مصدر وجبة طعامهم المقبلة، فيما يرى الحوثيون أن المطالبة بصرف الرواتب خيانة وطنية. مجموعة الأزمات الدولية كانت قد اقترحت خطة تقضي بإنشاء لجنة مشتركة بين البنك المركزي في عدن وصنعاء تعمل على صرف الرواتب والحوالات، على أن ترفع يد الحكومة الشرعية والإنقلابيين عن التدخل فيها والتزام الجميع بضمان إيداع إيرادات النفط والجمارك والضرائب في نظام البنك المركزي، خطوة قد تؤتي ثمارها لكنها لم ترى النور بعد. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا الأستاذ محمد الأحمدي والدكتور سلوى دماج وبجميع من سينضم إلينا عبر الهاتف بشكل متتالي. بداية أستاذ محمد، أجدد الترحيب فيك. يعني 9 أشهر وإلى الآن لم تصرف رواتب كثير من الموظفين، من يتحمل هذه المسؤولية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، أولا خواتم مباركة لك وللمشاهدين الأعزاء. دائما قناة بلقيس هي السباقة للحديث عن معاناة اليمنيين وأوجاعهم. الراتب جزء من هذه المعاناة والمأساة التي يعيشها اليمنيون. 9 أشهر مضت على انقطاع رواتب موظفي الدولة في السلك المدني والسلك العسكري، يعني عدا بعض الوحدات أو الألوية التي يقال أنه تم صرف مرتباتهم أو مستحقاتهم. مشكلة الراتب تضاعف معاناة اليمنيين بشكل كبير. أولا المعاناة التي خلقتها هذه الحرب، عدوان الميليشيا على المجتمع اليمني ومصادرة مؤسسات الدولة،
ووضع يدها على إيرادات البلد وعلى خزينة البنك المركزي، ثم محاولة يعني مصادرة السيولة النقدية في البلد بشكل عام لعدة أهداف تهدف من ورائها الميليشيا بدرجة رئيسية، تحاول أن تحتكر السيولة النقدية بيد الميليشيا حتى يتسنى لها خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال أو من يعني يملكون هذه السيولة النقدية ويتحكمون بها، بينما يبقى بقية أفراد الشعب والمجتمع في حاجة إليهم، يعني كجزء من محاولة السيطرة والاستحواذ على المجتمع. الراتب في الحقيقة أخي العزيز هو يعني واحدة من مكتسبات المجتمع اليمني والجمهورية، يعني في نظام الجمهورية جاء مسألة الراتب والتوظيف، بينما مصادرة الراتب أساساً ويعني محاولة التضييق على اليمنيين في معيشتهم هو فكرة في الحقيقة إمامية بدرجة رئيسية. الإمامة لم تكن تعتمد الراتب للموظفي الدولة وكانت تصرف لهم حبوب، وبالتالي البطائق التموينية التي نشاهدها اليوم تتشابه على يد الميليشيا هي صورة محدثة من صور التعاطي الفكرة الإمامية أو المشروع الإمامي مع المواطن اليمني أو مع الموظف، أنه فقط هو يعني مجرد سخرة، يتعاملون مع اليمنيين كأنهم سخرة وليس باعتبار أن الراتب حق مكتسب للمواطن اليمني وفقا للاتفاقيات والقانون الدولي. هذه مسألة مفروغ منها. أما مسألة من يتحمل المسؤولية، هناك إشكاليات معقدة في الحقيقة. أولا الميليشيا بدرجة رئيسية تتحمل المسؤولية عن أزمة الرواتب وعن كل المعاناة المتفاقمة وأوجه هذه المعاناة، سواء بانقطاع الرواتب أو غيرها أو استمرار الحرب. أيضا الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية باعتبار أن الرواتب هي من أعمال السيادة، وبالتالي التفريط في مسألة صرف الرواتب وعدم تحملها المسؤولية في صرف رواتب موظفي الدولة يعتبر إخلال كبير بمفهوم السيادة. نعم. بالإضافة أيضا إلى المحيط الإقليمي الذي يتحمل مسؤولية في دعم الحكومة الشرعية وتوفير التمويل اللازم لصرف المرتبات. طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ محمد الدكتورة سلوى دماج. أهلا بك دكتورة سلوى دماج، وأنت تضمين لنا عبر الهاتف من صنعاء. مرحبا بكم. أهلا بك دكتورة. إذا هناك أشهر مضت في ظل انقطاع الرواتب على اليمنيين بشكل عام، في ظل معاناة أيضا للأكاديميين في مناطق سيطرة الميليشيا، حدثين عن هذه الأشهر التي مضت لكم كتجربة شخصية، كيف كانت بالنسبة لكم في مناطق سيطرة الانقلاب؟ طبعا الرواتب هي مسألة أساسية لكل اليمنيين، سواء كانوا الأكاديميين الذين في جامعة صنعاء أو حتى موظفي الدولة، لأنه بطبيعة الحال كل موظفين الدولة بما فيهم أكاديمية الجامعة وغيرهم يعتمدون بشكل أساسي على حياتهم وتدبير أمور معيشتهم عن طريق الرواتب، وكانت مسألة انقطاع الرواتب لعدة أيام تثير أزمة كبيرة، فما بالك الآن أننا ندخل في الشهر التاسع وأغلب موظفي الدولة من غير رواتب والأكاديميين جزء من هذه المعاناة، يعني هي معاناة كبيرة وحقيقية، معاناة مست كرامة الإنسان، معاناة مست حياته، عدم القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة له ولأطفاله وللأفراد الذي كانوا يعتمدون عليه، يعني هي معاناة كبيرة. أن لا يستطيع الأكاديمي الأستاذ الجامعي الأستاذ الجامعية أن توفر لقمة العيش لأبنائها، أن لا تستطيع أن توفر الحياة التي كانت معتادة عليها، الحياة البسيطة ولكنها الحياة المكتملة التي تستطيع من خلالها الأكاديمية أو الأكاديمي أن يعيشون الحياة الطبيعية الغير مرفهة، ولكنها كانت حياة طبيعية، كان هنالك إمكانية أن يستطيع الإنسان في آخر كل شهر أن يستلم راتبه وأن يتدبر أموره من دفع الإيجار، من متطلبات الحياة، من دفع مستلزمات الأطفال وغيرها. الآن نتخيل كل هذه الأمور انتهت تماما، نحن 9 أشهر كاملة لا يوجد مع الموظف الأكاديمي والأستاذ الجامعي لا يوجد معه شيء، هنالك يعني معاناة كبيرة وهنالك امتهان لكرامة الإنسان اليمني، هنالك يعني الإغال في سحق أدمية البشر بشكل وبطريقة مرعبة وبلا مبالاة من كل الأطراف حقيقة. يعني عندما أنا أنتقد الآن سلطة الانقلاب المتمثلة بالسوسي وصالح، هي سلطة انقلابية
يعني السلطة الانقلابية نحن لا يعني نقدر أن نتعامل مع هذا الوضع بأنها سلطة انقلاب لا تستطيع أن تقدم لنا شيئا. هي تنشر الفوضى، تعمل على إنهيار مؤسسات الدولة، لا تستطيع أن تقدم بديل آخر. نحن نوجه حقيقة لومنا المباشر والكبير إلى حكومة الشرعية، حكومة بن دغر، الذي تتعامل مع الموضوع بطريقة غير جادة، تتعامل مع الموضوع بطريقة غير لائقة، لا تشعر بمعاناتنا نحن الأكاديميين في جامعة صنعاء وفي غيرها من الجامعات اليمنية، تتعامل مع الأمور بسطحية شديدة وهكذا. وبالتالي يستطيع الأكاديمي أن يكون وجهة نظر مختلفة، يعني إذا كان يتمسك بالدولة ومؤسسة الدولة وبالشرعية كيف نستطيع أن نتعامل مع الشرعية وهي تتعامل معنا بهذه الطريقة الغير جادة في التعامل؟ يعني هذه أيضا مشكلة كبيرة نحن نواجه الأكاديميين الذين لا نتقبل سلطة الأمر الواقع التي فرضت علينا، سلطة الإنقلاب. طيب في إطار ذلك أو يعني في سياق هذا الحديث على صعيد الدولة والمجتمع، ما الذي سيشكله هذا الأمر سواء في اللحظة التي نعيشها الآن أو حتى على يعني في المستقبل كأثر تراتبي عليه؟ على المستوى المجتمعي وعلى مستوى الأفراد هنالك معاناة، هنالك معاناة واضحة، هنالك عدم القدرة على تسيير أمور الحياة الاعتيادية، هنالك انتشار للأمراض، يعني الكوليرا انتشرت لأن الإنسان لم يعد قادرا أن يعيش بطريقة لائقة. هذه الأشياء يعني هنالك يعني نوع من الأشياء التي لم تظهر على السطح لكنها موجودة، يعني المجتمع مليء بالتذمر وبالعدم القدرة على الاستمرار بهذه الحياة. يعني لا أعتقد أن اليمنيين سواء كانوا أكاديميين جامعة صنعاء أو موظفي الدولة أو غيرهم قادرين على أن يستمروا بهذه الطريقة. البطاقة السلعية التي أتت بها سلطة الانقلاب الحوثي وصالح أيضا غير مجدية إطلاقا. هل نستطيع نحن أن نستمر شهر بعد شهر بأن يتم إعطاءنا مواد سلعية وغذائية بدون أن تكون بيدنا سيولة نستطيع أن نسير بها حياتنا ونستطيع أن نستمر ونستطيع أن نواجه متطلبات الحياة؟ يعني هذه الأشياء يتم التعامل معها بدون احترام لنا كأكاديميين، بدون احترام للناس، بدون مراعاة لمتطلبات الحياة الضرورية. أنا أعتقد أنه لا يستطيع اليمنيين أن يستمروا بهذه الطريقة سنة بعد أخرى. لابد أن يكون هنالك نوع من الحراك الاجتماعي، لابد أن تكون هنالك مواجهة حقيقية لما يحصل داخل البلد، لابد أن تكون لنقابة أعضاء هيئة التدريس التي أحييها هنا، أحييها من على منبر بلقيس لأنها موقفها قوي وموقفها ثابت وموقفها صامد بالاستمرار بالإضراب، ونحن معها في هذه لأنه لا نستطيع أن نعمل في نظام الصخرة، لا أستطيع أن أعمل بدون راتب. لذا أنا من هنا أحيي نقابة أعضاء هيئة التدريس وأدعوها إلى الاستمرار بالإضراب كجزء وحق أساسي من حقوقنا الأكاديمية ومن حقوقنا النقابية بأننا لا نعمل بدون رواتب إطلاقا. طيب إزاء أزمة الرواتب دكتورة سلمى، هل البلد يعيش نوع من مرحلة الانهيار في الوضع السياسي في الوضع الاقتصادي؟ بالتأكيد. يعني هي أتت الرواتب لتقضي على ما تبقى من مكونات الدولة ومن مؤسسات الدولة ومن المجتمع المدني، كانت يعني هي القشة التي قسمت ظهر البعير، يعني هي ليست واضحة كما ترونها، لكن نحن في داخل البلد نشعر بمعاناة الناس ونعرف ما معنى أن تنقطع رواتب الناس لمدة 9 أشهر وندخل في الشهر 9 والـ10 وقد تكون سنة وبدون. هذا انهيار كامل لمؤسسات الدولة، انهيار كامل لمكونات المجتمع القادر على أن ينهض. يعني لا نستطيع أن نستمر بهذه الطريقة إطلاقا. الوضع معقد وصعب ووضع يعني بائس أن يستمر المواطنين، وأمام يعني ما منظر العالم أمامنا بهذا الشكل لا نستطيع أن ننقل المعاناة ونحن داخل البلد، لأنها يعني أكبر من قدرتنا على نقل المعاناة، هي معاناة حقيقية، يعني الكل متضرر فيها من أصغر موظف في الدولة إلى الأكاديمي الذي يمثل نخبة المجتمع والأعلى، يعني لم يعد همه الآن إلا توفير متطلبات الحياة البسيطة التي كانت في لحظة من اللحظات شيء أكيد وأساسي في حياته. أشكرك دكتورة سلوى دماج أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من هناك على هذه المشاركة في حلقة اليوم. أعود إليك أستاذ محمد، إذن يعني بالنظر إلى هذه الكارثة الإنسانية جراء غياب المرتب بشكل منتظم، هل ستتفاقم الأمور أكثر مما هي عليه الآن، أم أن الأمر سيتجه نحو الإنجلاء؟ يا أخي العزيز، إذا كان اليمنيون يعانون ويلات الحرب يوميا سواء من خلال القصف العشوائي لميليشيا العدوان تحالف الانقلاب في المناطق
المشتعلة سواء في تعز أو مأرب أو غيرها أو البيضاء، أو الآثار الناجمة عن هذه عن اجتياح الميليشيا للمدن اليمنية وانقلابها على الدولة واستمرارها في التصعيد في العمليات العسكرية ورفضها القبول بأي تسوية سياسية من شأنها وضع حد لهذه المأساة المتفاقمة. الحرب بحد ذاتها مأساة كبيرة ولها يعني آثارها الكارثية على حياة المواطن اليمني، فضلاً عن تداعياتها المستمرة والجرائم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا تحالف الانقلاب يومياً بحق المواطن اليمني ومصادرة حقوقه الأساسية سواء في المعيشة أو غيرها، بما في ذلك مسألة الرواتب. انقطاع الرواتب يعني كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. هناك مدرسون غادروا فصول الدراسة بسبب انقطاع مرتباتهم ولم يعد بإمكانهم الاستمرار في تدريس الطلاب دون أن يكون لهم مصدر دخل ولديهم أسر يعولونها وهم بانتظار يعني وعليهم التزامات يعني يومية وشهرية للناس، من أين يمكن أن يغطوا هذه الاحتياجات وهذه النفقات؟ عمال أو كوادر القطاع الطبي أيضا انقطاع مرتباتهم سبب مشكلة كبيرة، وهناك مجموعة كبيرة من كوادر الطبية غادرت المستشفيات. ناهيك أيضا عن تعطل أصلا كثير من مؤسسات القطاع الطبي. أيضا الموظفو وعمال النظافة في كثير من المناطق توقفوا عن العمل مطالبين بمرتباتهم، وكان هذه مشكلة كبيرة أدت إلى انتشار أو ساهمت في انتشار الأوبئة بسبب انقطاع عمال النظافة عن أعمالهم احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم. الميليشيا عندما سيطرت على مؤسسات الدولة بدأت بممارسات إقصائية بحق مئات أو آلاف الموظفين، تم إيقافهم عن العمل أو فصلهم أو استبدالهم بموظفين تابعين للميليشيا في كل مؤسسات ومرافق الدولة. ثم ذهبت إلى احتكار أيضا بيانات الموظفين، وكان هناك بعض المبادرات التي تقدمت بها الأمم المتحدة فيما يتعلق برواتب الموظفين، ولكن هذه الميليشيا أصلا تحتكر بيانات الجهاز الإداري للدولة بعد جهود مضنية قدمت بيانات كما أشارت إلى ذلك بعض المصادر الحكومية، ولكن هذه البيانات تتضمن معلومات مغلوطة وتتضمن جداول أو أسماء قوائم بموظفين ليسوا موظفين في الدولة وإنما هم من أتباع هذه الميليشيات تم الزج بهم في مؤسسات الدولة، فيما يشبه احتلال أو إحلال بدل الكادر الوظيفي للدولة بناء على معايير يعني المحسوبية والسلالية ولا تمت إلى معايير العمل الإداري بأي صلة. وبالتالي استمرار انقطاع مرتبات الموظفين للأشهر الشهر تلو الآخر من شأنه أن يفاقم المأساة اليمنية بشكل كبير. المشكلة الكارثية الأكبر أنه الوقت الذي تخسره الحكومة الشرعية في وضع حد لمشكلة الرواتب والأزمات الناجمة أو الكوارث أو المآسي الناجمة عن مسألة انقطاع الرواتب يكسبه الحوثيون وحلفائهم من ناحية أنهم يعني يحاولون يعني أولا زعزعة ثقة المواطن اليمني بالحكومة الشرعية. الحقيقة اليمنيون لما قدموا التضحيات وإلى اليوم أنا أقولها بكل صراحة وكلنا ضحايا لهذا الانقلاب الإجرامي الغاشم في اليمن، عندما نناضل من أجل استعادة الدولة اليمنية والجمهورية وإعادة الأمور إلى نصابها ليست من أجل سواد عيون أشخاص داخل الحكومة الشرعية يتوزعون المناصب ويتحاصصون فيما بينهم ويتوزعون أدوار الفساد، وبينما يعيش اليمنيون تحت وطأة الحاجة وأزمات انقطاع الراتب وويلات الحروب والتدمير. عندما وقف اليمنيون وقدموا تضحيات ووقفوا إلى جانب الحكومة الشرعية هو وقوف إلى جانب مشروع الدولة اليمنية وإلى جانب حقوقهم وإلى مصير وإلى جانب يعني الوضع يعني حد للمأساة والمعاناة التي يعيشونها على أيدي ميليشيا تحالف الانقلاب في اليمن. وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تعي أن هذا الاصطفاف وراءها سواء محليا وشعبيا يعني يمكن أن تفقده في أي لحظة، عندما يشعر اليمنيون أن هذه الحكومة لا تتحمل مسؤولياتها على الوجه المطلوب في إنهاء معاناتهم سواء ما يتعلق بالرواتب أو إتمام استكمال تحرير
المناطق التي لا تزال تحت قبضة الميليشيات أو تحريك حتى الملف الدبلوماسي والضغوطات وملفات حقوق الإنسان ضد الميليشيات. طيب، لكن هناك يعني كانت هناك خطوة يعني قام بها الانقلابيون من إصدار بطائق تموينية، وتطرقت لها الدكتورة سلوى دماج، لكن هناك تساؤلات كثيرة حول جدوى هذه الخطوة. ما هي أبعاد هذه الخطوة؟ ولماذا قامت الميليشيا ب يعني استبدال تسليم الرواتب بإعطاء يعني أوراق يعني سندات أو ما شابه يقوم بها الناس أو الموظفين بالشراء بمبلغ يعادل هذا هذه يا السوق. أخي العزيز، أولا بالنسبة للمواطن أو الموظف المغلوب على أمره فهذه البطائق تمثل له طوق نجاة، لأنه يعاني الأمرين بسبب انقطاع راتبه الشهري وبالتالي وزيادة أسعار المواد الغذائية وبالتالي وغياب أي مصدر دخل آخر، فهذه بالنسبة له هي طوق نجاة للأسف الشديد. لكن بالنسبة للميليشيا هي قادرة على صرف مرتبات الموظفين من الإيرادات التي تتحصلها من مناطق سيطرتها، سواء الضرائب أو الجمارك أو غيرها من الإيرادات الضخمة التي لا تزال يعني تجمعها أو تتحصل عليها الميليشيات حتى هذه اللحظة. لكن بالنسبة لهذه الميليشيات هي لا تريد أن تصرف للموظفين مرتباتهم. أولا يعني جزء من القضية هو ثقافة قائمة على الاستكثار على اليمني أن يتحصل على راتب شهري من الدولة، وبالتالي تعمد إلى مصادرة هذا الحق. من جهة ثانية تحاول هذه الميليشيات كما أشرت قبل قليل إلى احتكار السيولة النقدية بأيدي نافذين تابعين لهذه الميليشيات، حتى يتم لها تشكيل طبقة من رجال الأعمال يحتكرون السيولة النقدية والأموال، وتظل تدور داخل دائرة مغلقة. الأموال تبقى تدور داخل دائرة مغلقة تابعة لهذه الميليشيات، ويبقى اليمنيون بحاجة إلى هذه الميليشيات في على الفتات أو على فتات مواعيد هذه الميليشيات التي تصرفها إلى جانب البطائق التموينية. البطائق التموينية إلى جانب كونها استخفاف بحقوق المواطن اليمني والموظف اليمني هي أساسا فكرة توازي كما أشرت في بداية الحلقة فكرة الصرف الإعانات التي كان يصرفها الإمام للمواطن اليمني أو للرعية، ويعتبرها منا وفضل منه وليست حق أو استحقاق للمواطن اليمني، وبالتالي هي ممارسة لها جذور ثقافية وفكرية لدى هذه الميليشيات عندما تعمد إلى مصادرة مرتبات الموظفية الدولة ثم تعوضهم بقسائم، وهذه القسائم لا يمكن التصرف بها إلا من أشخاص أو محلات محددة تحددها هذه الميليشيات، ولا يستطيع الموظف صرفها في أماكن أخرى، وبالتالي فهو ملزم بأخذ احتياجات ربما لا يكون بحاجة إليها أو بضائع ليس بحاجة إليها، لأنه ملزم بأخذ هذه البضائع من أماكن محددة. طيب، دعنا نسمع أكثر عن ذلك. أستاذ محمد، ينضم إلينا الآن الناشط المدني ذيبان الحميري من الهاتف أو عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك أستاذ ذيبان. أهلا وسهلا أستاذ ذيبان. إذن هناك ما بات يعرف بالبطائق التموينية في صنعاء، لماذا يتم دفع الرواتب أو الأموال للتجار وليس للموظفين؟ كيف يتم الأمر بالنسبة لكم؟ والله العملية هذه تتم هي عملية نوع من الاستعداد للناس وبالتحكم في أبواتهم وأرزاقهم وفي مرتباتهم. فالعملية ليست عملية عشوائية وإنما عملية منظمة ومقصودة، إلا بإمكانهم أن يسلموا الأموال للموظف، ولكن بدلا عن ذلك تحكموا في لقمته العيش، هذه يصبح خاضع لهم. فالفكرة أساسا هي فكرة استعبادية من حيث المبدأ. نعم. طيب الآن هناك موارد للدولة، ضرائب، جمارك، موارد أخرى، أين تذهب؟ خصوصا وأنها يعني أسعار المشتقات النفطية أيضا والغاز وما شابه باتت أسعار مضاعفة عما كانت عليه من قبل. نعم، هناك إيرادات كبيرة جدا كافية لدفع مرتبات الموظفين، ولكن الحقيقة الذي يتجاهلها الكثيرون أن بعد سقوط صنعاء تم حل الجهاز الوظيفي للدولة رسميا وبدون إعلان. تم حل الجهاز مجرد ترقيعات التي تتم الآن زي البطاقة التموين، مجرد تضمينات حتى لا يتنامى السخط الشعبي. أما في الواقع فقد تم حل الجهاز الوظيفي للدولة، وبقي مجموعة من الموظفين يتم صرف مرتباتهم الذي يتوب عليهم تابعين للجماعة،
حدث سواء كانوا موظفين او امنيين او عسكريين، وبقيه الموظفين تم حل مرتباتهم. كذلك هناك من الطرف الاخر يعني من قبل الشرعيه لم تستطع ان توفر مرتبات للناس ولم تعمل شيء، وبالتالي هناك نوع من التوافق ما بين الانقلاب والشرعيه على حل الجهاز الاداري والوظيفي للدوله. هذا هو المشكله. طيب بالنسبه لكم في صنعاء كيف هي الاوضاع في ظل عدم وجود رواتب ووجود التزامات يعني مستمرة سواء أجارات أو شؤون حياة أخرى؟ كيف تجري الحياة عموما هناك، وكيف يعني يقاوم اليمنيون هذا الوضع؟ والله الحالة المادية والحالة المعيشية للناس سيئة جدا، وفي وضع كارثي، ونسبة الفقراء والمتسولين تزداد بشكل كبير جدا في الشوارع. نسبة المشاكل تزيد بين الناس من الالتزامات، ولكن كذلك لا زال هناك نوع من التماسك الاجتماعي نتيجة نوع من انتظار الفرج، وليس الاستسلام كما يعتقد البعض، وإنما نوع من الفرج، من انتظار الفرج، ونوع من انتظار أستطيع أن أقول أنه هناك نوع من عزة النفس، يعني بحيث أنه ما يجيش واحد يذهب لمطالبة مجموعة غير شرعية ومرتب أو كذا. ولكن الوضع سيء جدا، يعني أنا لا أتوقع أن يتجاوز الموضوع ربما لأشهر قليلة، وسنشهد مجاعة كبيرة جدا في صنعاء وغيرها. إذا أشكرك الناشط السياسي ديبان الحميري، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. مشاهدينا الكرام، قبل استئناف النقاش مع الأستاذ محمد الأحمدي سنذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أعود إلى الحوار مع ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي والناشط الحقوقي الأستاذ محمد الأحمدي. أستاذ محمد، الرواتب عادة هي البند الأول في الصرف بالنسبة لميزانية الحكومة أو ميزانية الدولة اليمنية. إذا هناك أزمة بالنسبة لليمنيين عندما لا تصرف هذه الرواتب، هذا يعني أن هناك أيضا أزمة في الثقة بالنسبة للمواطنين بهذه الحكومة. برأيك هل الدوافع أو الأسباب التي تسوقها الحكومة في عدم تسليمها الرواتب إلى الآن أمر مقبول أو منطق مقبول بالنسبة لهذا الالتزام الواجب عليه؟ كما أشرت أولاً أخي العزيز إلى أنه مسألة صرف رواتب موظفي الدولة هو جزء من أعمال السيادة، وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تعي هذه المسألة جيداً. الذي يصرف مرتبات الموظفين هو الجهة التي يحق لها أن تتحدث بأسماء الموظفين وبأسماء مؤسسات الدولة، يعني أو باسم مؤسسات الدولة، يعني على الأقل فيما يبدو للمواطن اليمني. لذلك قد يكون من الشائع جدا في أوساط اليمنيين أن يقولوا من يصرف لنا مرتبات فهو الحكومة التي نعترف بها. وبالتالي لاحظنا على سبيل المثال أن تحالف الانقلاب كلما زاد الخناق على الموظفين أكثر يحاولون صرف يعني جزء من المرتبات مع البطائق التموينية لإثبات أنهم أكثر حرص، أو على الأقل مسؤولية، لمحاولة إثبات شعورهم بالمسؤولية تجاه المواطن اليمني، رغم أن هذا الأمر أصبح واضحا. ولو كانوا يعني يستشعرون جزءا من يعني أدنى حد من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والسياسية ما ذهبوا إلى الحرب وتعمدوا ممارسة سياسة العقاب الجماعي تجاه اليمنيين من خلال حرمانهم من الرواتب وغيرها من الحقوق. أما مسألة ما تقوله الحكومة الشرعية، حتى الآن على الأقل لا يوجد تفسير منطقي للحكومة الشرعية على مسألة انقطاع رواتب موظفي الدولة. يعني حتى في مناطق سلطة هذه المناطق التي الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية لا يزال هناك معاناة كبيرة لدى لموظفي الدولة بسبب انقطاع مرتباتهم. الحكومة الشرعية تقول أن الإشكالية تتعلق بعدم توريد المبالغ المالية التي تحصلتها الميليشيات من مناطق سيطرتها، لكن في نفس الوقت اليمنيون يشاهدون دفعات من الأموال أو السيولة النقدية تورد إلى خزينة البنك المركزي في عدن، و
ثم تصدر الحكومة الشرعية الوعود تلو الوعود بصرف مرتبات لموظفي الدولة المتأخرة منذ أشهر ولا يجد الموظفون شيئاً، وبالتالي لا شك أن صرف الوعود فقط دون المبادرة إلى الالتزام أو الوفاء بهذه الوعود وصرف مرتبات موظفي الدولة سيهز ثقة اليمنيين بحكومتهم الشرعية، وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تعي هذه المسألة وخطورة التقاعس عن وضع حد لمعاناة موظفي الدولة في انقطاع مرتباتهم، وعليها أن تبادر بأسرع وقت ممكن إلى حلحلة هذه الإشكالية وأن تعلن بشكل واضح حاجتها، مثلا إذا كانت لا تزال بحاجة إلى سيولة نقدية، حاجتها يعني إلى التحالف العربي أكثر شفافية مع نعم في هذا مع الموضوع مع اليمنيين. نحن حاولنا التواصل مع من هم معنيين بهذا الملف، لكن يبدو أنه لا تجاوب بهذا الخصوص، أو يبدو أن ليس من كلام جديد ليقال، لذلك لم يظهروا معنا. برأيك هل تعامل حتى الإعلامي من قبل الحكومة بخصوص هذا الملف مقبول؟ يعني أخي العزيز اسمح لي أقول لك، ليس هناك أي شيء يمكن أن يبرر أو ذرائع يمكن أن تبرر تقاعس الحكومة الشرعية عن ممارسة أعمال السيادة في صرف مرتبات موظفي الدولة حتى في مناطق سيطرتها، على الأقل لتعطي رسالة للمواطن في المناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين أنها جادة في الاهتمام بمعاناة المواطن اليمني وصرف مستحقاته ومرتبات موظفي الدولة. لكن حتى على المستوى الإعلام الرسمي لا يوجد تفسير منطقي أو مقبول على الأقل في ما يتعلق بالإجابة على تساؤلات المواطنين حيال أزمة الرواتب ومعاناتهم المستمرة بسبب انقطاع أزمة الرواتب والوعود المستمرة للحكومة الشرعية بصرف هذه المرتبات. المشكلة أيضا أنه حتى يعني كانت هناك أصوات تتعالى حتى للطلاب الدارسين والمبتعثين في الخارج بسبب أزمة الرواتب، وكلما ارتفعت الأصوات وجاءت الاحتجاجات بادرت الحكومة الشرعية إلى تقديم جزء من المستحقات أو إصدار وعود على الأقل، بينما لا تتخذ استراتيجية واضحة للتعامل مع أزمة المرتبات تقضي على هذه الأزمة من جذورها. يجب على الحكومة الشرعية أن تكون واضحة أيضا حتى في مسألة فيما يتعلق بتعهدات الدول المانحة والمحيط الإقليمي خصوصا دول التحالف العربي لجهة دعم البنك المركزي. إذا كانت التحالف العربي يتقاعس أيضا عن دعم الحكومة الشرعية لتوفير الاحتياجات اللازمة لممارسة هذه الحكومة صلاحياتها وإثبات مسؤوليتها يعني نعم وجودها في الداخل اليمني على الأقل في مناطق سيطرتها، فهذا يعني أنه ليس هناك جدية للأسف الشديد حتى لدى التحالف العربي في إنقاذ اليمن من براثن الاحتراب الدائم والصراع المستمر وبالتالي استمرار معاناة اليمنيين. يجب أن يكون هناك في الحقيقة تحرك جاد للحكومة الشرعية وأن تمارس دورها أيضا في استنهاض الهمة لدى التحالف العربي لدعم خزينة البنك المركزي بالأموال اللازمة لتلبية متطلبات الحكومة الشرعية خاصة ما يتعلق بمرتبات الموظفين. طيب أستاذ محمد، دعنا نشرك معنا في النقاش الصحفي الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا أستاذ محمد. إذن يعني يبدو أن هناك يعني سهولة في لدى الحكومة أو لدى الجهات المعنية بهذا الخصوص، لكن هناك من يتحدث عن إشكالية في آلية الصرف ومشاكل أخرى منها إدارية. أستاذ محمد، يعني يبدو أن الاتصال انفصل، سنحاول إعادة التواصل مع الأستاذ محمد الجماعي. بالعودة إليك أستاذ الأحمدي، الآن عندما ينقطع الموظفون عن أعمالهم لعدد من الأشهر، هل يجوز المطالبة برواتب هذه الأشهر؟ يا أخي هذه الرواتب، أولا الموظفون لم ينقطعوا من تلقاء أنفسهم، ويعني هي احتجاج على حق مكتسب، والرواتب حق مكتسب وهو أقل حق يمكن للمواطن أن يحصل عليه، وبموجب اتفاقيات دولية واليمن طرف في هذه الاتفاقيات من حق أي مواطن يمني أن يحظى بالحد المقبول من العيش الكريم، والمرتبات على الأقل لا توفر الحد الأدنى من العيش الكريم، لكنها على الأقل توفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية للمواطن اليمني. وبالتالي على الحكومة الشرعية أن
لا تفكر على الإطلاق بمسألة معاقبة موظفي الدولة على غيابهم أو احتجاجهم بسبب الحرب وانقطاع مرتباتهم على حرمانهم من حقوقهم. يجب صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في أسرع وقت ممكن، وعلى الحكومة الشرعية أن تبادر إلى صرف مرتبات كل موظفي الجهاز الإداري للدولة دون النظر إلى مسألة بما في ذلك الأشهر الأشهر التي قطعت مرتبات. طيب يعود إلينا الأستاذ الجماعي، أهلا بك مجددا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. إذن أستاذ محمد، كما يعني كنت طرحت قبل قليل، يبدو أن هناك يعني بعض السيولة لدى الجهات المعنية بصرف المرتبات، لكن هناك من يتحدث عن وجود إشكالية في آلية هذا الصرف ومشاكل أخرى إدارية، هل هذا فعلا هو جوهر المشكلة؟ أعتقد أن الحكومة هي المعنية بالإجابة عن مثل هذا السؤال من خلال متابعتك. هل نعم، لكن يبدو أن يعني مثل ما الإخوة تفضلوا الآن لديك في الاستوديو وعبر الهاتف، هناك يعني تقصير من قبل الحكومة نعم، لكن أيضا هناك علامات استفهام كثيرة جدا حول الضغط الذي تواجهه الحكومة من قبل المجتمع الدولي. لماذا لا تدعم الحكومة في الوقت المناسب وفي الوقت الذي يريدون فيه استعادة الشرعية لهذه الحكومة التي هي فعلا تواجه ضغطا في الداخل من خلال المرتبات؟ وأعتقد أن التركيز على المرتبات فقط في هذه المرحلة يعتبر يعني ظلم كبير لشريحة كبيرة من المجتمع، لأن الذين يستلمون الرواتب لا يتعدون 1,200,000 موظف يمني، بينما هناك المتضررين من تضرر القطاع الخاص أصلا 3 ملايين موظف في القطاع الخاص، وهناك أصحاب المهن الدنيا والمهن الحرة والمهن والمنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر وأصحاب البائعين المتجولين، شرائح كبيرة جدا من المجتمع. لذلك النظر فقط إلى موضوع المرتبات يحشر الحكومة في زاوية ضيقة جدا ويجعلها يعني على مستوى على مستوى المواطن اليمني ككل يجعلها فاشلة. لكن أيضا هناك أمور أخرى الحكومة تقوم بها وتجتهد فيها وهي كثيرة جدا. نحن لا ننسى أن الاقتصاد لا يقوم فقط على المرتبات، وإنما يقوم على أمور كثيرة جدا، ولعل المرحلة التي يعني نعيشها الآن تحتاج إلى النظر من عدة زوايا: زاوية المرتبات، زاوية تجهيز الموانئ والمطارات، زاوية تجهيز إعادة تجهيز الجيش والقوات المسلحة، إعادة تجهيز الجهاز المركز الحكومي للدولة الجهاز الإداري وإعادة ترتيب وضعه من جديد. أن تتواجه 10 محافظات بيد الانقلابيين، هذا الأمر ليس بالسهل، والذي يقوم به الموظفون في المؤسسات الحكومية صحيح شيء لا يستهان، وحقوقهم ومرتباتهم أمر مفروض سواء كانت هناك أعمال أم لم تكن هناك أعمال، هذه استحقاقات يجب على الحكومة أن تقوم بها. لكن ما هو العامل الكبير في هذا الموضوع؟ هو المجتمع الإقليمي والدولي والتحالف العربي الذي وضع الحكومة وحشرها في هذه الزاوية. طيب الآن يعني إذا ما تحدثنا على الانهيار لما تبقى من مؤسسات الدولة أو عدم يعني حضور الموظفين وغيابهم نتيجة لعدم وجود أو لعدم صرف رواتبهم، ما يجري من هذا الانهيار؟ من سيتحمل مسؤوليته برأيك؟ يعني في الوقت الذي تتحدث أنت فيه عن انهيار أو يتحدث آخرون عن انهيار بسبب عدم وجود رواتب دعت إلى غياب الموظفين، هل كانت هناك أصلا حكومة قائمة؟ الحكومة الآن تعود تدريجيا، يعني هناك عودة للمؤسسات وخاصة في المناطق المحررة، والأمور تجري على ما يرام، والحديث عن الرواتب مقتصر على شريحة واحدة إما فئة المعلمين أو غيرها، بقية الشرائح تستلم رواتبها. أنا لا هنا لا أدافع عن الحكومة، ولكن أقول مثلا هنا في عدن الحديث عن الرواتب قليل وشحيح جدا، وفي بعض المؤسسات وخاصة العسكرية الحديث في حضرموت وفي مأرب عن الرواتب لا يوجد حديث، الناس كلهم يستلمون رواتبهم كل قطاعات الدولة باستثناء الجانب الجهاز العسكري للدولة، وهو يعود تدريجيا للخدمة وتنظم أوراقه وتنظم الأسماء والكشوفات وعبر البصمة، وهذا منجز جديد وكبير جدا يحسب لحكومة بن داغر والرئيس هادي، لأنهم لم يستطيعوا من قبل يعني وضع نظام البصمة موضع التنفيذ إلا في مثل هذه المرحلة، وهذا يتطلب وقت كبير جدا.
لكن لا أحد يستطيع أن يهرب مما نقوله الآن. لا توجد رواتب لكثير من قطاعات الدولة خاصة في المناطق التي تحت سلطة الحوثي، أيضا في المناطق المحررة قطاع التعليم على وجه الخصوص لا توجد فيه رواتب، لكن أيضا يوجد نشاط اقتصادي يتحرك نوعا ما في كثير من القطاعات. الآن المشتقات النفطية، المطارات والموانئ والمنافذ والاستيراد والتصدير، هذه حركة تجارية يحسب للحكومة أنها تضع يدها عليها وأنها تنظمها للذين تحت سيطرة الحوثي وللذين تحت يعني في المناطق المحررة. الاقتصار في الحديث عن الرواتب يحشرنا كل يوم في زاوية ضيقة ويجعلنا كل يوم نحكم على الحكومة بالفشل، وهو قطاع لا يتجاوز 5% من الشعب. لماذا لا يتحول الحديث إلى القطاع الخاص ووضع القطاع الخاص ووضع الموظفين المسرحين في القطاع الخاص؟ لماذا هل صمد القطاع الخاص حتى هذه اللحظة أم تحول إلى يعني عبر سرداب يهرب الأموال إلى الخارج؟ ما الذي يجري في هذا الموضوع؟ هذه قضايا كثيرة جدا يمكن مناقشتها في مثل هذه الحلقات وفي مثل هذه الأجواء. الحديث عن الرواتب كثر كثيرا جدا في وسائل الإعلام، ربما لأنها تجد أنه الصوت المرتفع، لكن هناك قضايا أشمل وأبعد من هذا الموضوع. أما هذا فهو يجعلني ويجعل ضيوفك يعني طيب الآن السؤال يعني ما الذي وجد في عدن ومأرب ولم يوجد في بقية المناطق بافتراض يعني صحة المعلومات التي تفضلت بها؟ ما الذي يوجد في عدن وصنعاء وبقية المناطق التي يتم فيها تسليم الرواتب بهذه السلاسل التي تحدث عنها ولا يوجد في بقية المناطق؟ تقصد يعني ما الذي وجد من أي ناحية؟ يعني ما الذي يمنع أن تصل الرواتب لكل مستحقيها في الجهاز الإداري للدولة حتى يعني يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي؟ دعني أقول لك، هناك يعني وأنا لا هنا لا أقوم مقام الحكومة ولا أنوب عنها، لكن بحكم وجودنا في عدن وملاحظتنا لتحركات يعني المكاتب الإدارية للدولة في معظم محافظات الجمهورية، الكل يتحركون هنا ويبحثون عن مستحقات الموظفين سواء محافظة المحويت أو إب أو تعز أو الحديدة أو في كل المحافظات، كلهم يعني ينطلقون من هنا من البنك المركزي إلى رئاسة الوزراء إلى الحكومة في كل أجهزتها. هناك يعني هناك تأخير كبير جدا من قبل البنك المركزي بسبب يعني تقصير أيضا في كشوفات الموظفين، وهناك لخبطة كبيرة وهناك شبكة فساد ما تزال تحلم بالعودة إلى النهب والسلب من خلال هذا البند الذي يعتبر كان أهم بند يشفط الخزينة العامة للدولة. كان يحصل بند الرواتب هو البند الأول في الموازنة العامة للدولة، الباب الأول، ويحصد ثلث الموازنة العامة للدولة سواء التقديري أو غيرها. ولذلك ما تزال الأمور هنا معرقلة من جهة المكاتب السلطة المحلية وأيضا من قبل البنك المركزي. لم يفعل نظام السويس حتى الآن بسبب سيطرة النظام صالح على الاتصالات، والحكومة أيضا تعاني من عدم وجود سيولة بالعملة الصعبة لتغطية واردات وصادرات الجمهورية اليمنية. أشكرك. وبالتالي هذا نعم. إذن أشكرك الصحفي الاقتصادي أستاذ محمد الجماعي، كنت معنا على الهاتف من عدن. أعود إليك أستاذ محمد الأحمدي بأقل من نصف دقيقة، كيف يعني ترى المستقبل بالنسبة لهذا الموضوع؟ أعتقد أنه في حال استمرت الحكومة في التقاعس عن تلبية مطالب موظفي الدولة بصرف مرتباتهم وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم لموظفي الدولة، فإنها ستخسر كثيرا ثقة المواطن وموظفي الدولة، وسيكون هذا في رصيد ميليشيا تحالف الانقلاب حتى وإن كان من خلال ممارسات تبدو محاولة لاستعباد الموظف من خلال البطائق التموينية أو غيرها، لكنها في الأخير هي حلول إسعافية من وجهة نظر الموظف المغلوب على أمره. لابد على الحكومة أن تسارع إلى وضع حد لمعاناة الموظفية الدولة، وعلى التحالف العربي أن يدعم توجهات الحكومة في سواء في تنظيم عملية موارد الدولة أو في الإسراع بصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري. أشكرك إذن الصحفي والناشط الحقوقي الأستاذ محمد الأحمدي، كنت معنا اليوم، أهلا وسهلا بك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، في أمان الله.